اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. تيفو خرافي من الوينرز. أبدعت الجماهير الودادية لكرة القدم بتيفو جديد يحمل عنوان الرقصة الأخيرة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام ضيفه أولمبيك خريبكا يومه الأحد 22 ماي 2022 برسم الجولة 24 من البطولة، والتي انتهت بفوز فريق الوداد الرياضي بهدف لصفر. وحرص جمهور فريق الوداد الرياضي لكرة القدم على الحضور مرة أخرى بأعداد غفيرة من أجل دعم اللاعبين في مباراة الفريق الأحمر أمام خريبكا، وأيضا من أجل الرفع من معنويات اللاعبين قبل مباراتهم في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري يوم الاثنين 30 ماي 2022. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.